تقريبا انا واتنين كمان اللي مجربناش كشري تيك تاك، وفي ناس بتقول عليه حلو قوي ويا لهوي وكشري حقيقي وكده، في ناس بتقول عليه لا لا ينتمي للكشري باي صله. فانا جبته بقى النهارده وقلت تعالوا نجرب. بس كان في كشري تيك تاك ومكرونات كمان تيك تاك، كان مكرونات بانواع مختلفه وكده يعني، ولكن لقيت انها تبقى الحلقه ملهاش علاقه ببعض اللي هو فكره كشري ومكرونات وكده، فانا هخلي المكرونات دي للفيديو اللي جاي. فطبعا سبسكرايب ولايك علشان تبقى متابع الفيديو بتاع المكرونات ده، ويعني مكرونات كتير يعني هنجربها. لكن تعالى النهارده نجرب الكشري بتاع تيك تاك ونشوف مدى انطباقه للكشري الحقيقي اللي احنا بناكله الطبيعي اللي احنا عارفينه. يعني الاكل تطور قوي والعلم تطور قوي والله العظيم. ده شكل العلبه، كان عليها خصم 20%. الكشري ده كنت جايبه ب 18 جنيه بالظبط. نفتح بقى الكشري ونشوف مكونات العلبه ونشوف النظام. هو بيقول ان انا افتح العلبه لنصها كده، وبعد كده احط الصلصه والشطه، وبعد كده احط الميه واقلبه كويس واستنى 5 دقايق، بعد كده في الاخر خالص احط كيس البصل المقلي او البصل المقلي مش ده يعني. بيقول تحت خالص كده ان هو خالي من المواد الحافظه ومكسبات الطعم، مش عارف انتوا هتشوفوها ولا لا. فتعال نشوف، عايزين نفتحها من غير ما نقطع حاجه بقى. ولا 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 يا ولا، فنان والله والله فنان. انا شايف مكرونه ناشفه، يعني ده المنظر اللي طلع لي، مكرونه ناشفه. طيب على كلامه ان احنا هنجيب كيس الشطه نفتحه. طيب هنحط كيس الشطه كلها. استنشقت انا شويه شطه، ايه عنب عنب. نحط بعد كده كيس الصلصه اللي هي صلصه بودره يعني، دي مكتوب عليها صلصه ودقه. حلو والله، انا كنت عمال اسال اصلا فين الدقه يعني. بقى شكل الحاجه بعد ما حطيناها. فوت بقى بيقول ان احنا نقفله كده ونفضل ايه نرج جامد بقى. طيب نحط الميه السخنه ونسيبه 5 دقايق ونرجع. كده حطينا الميه السخنه وقعدت 5 دقايق. فتعالوا بقى نفتح ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. واه في نقط هنا ما حدش ياخد باله منها، دي كانت ميه والحنفيه انفجرت في وشي عادي خالص ولا اكنك شايفها. هنا ما فيش حاجه، ماشي ما فيش حاجه هنا خالص، مفيش نقط ميه هنا خالص. طيب نفتح بقى ونشوف في ريحه ايه، مكرونه وصلصه وكده باينين، ولكن انا مش متفائل من الشكل يعني. ده الشكل اللي طلع لي. تعالوا بقى ايه نحط البصل زي ما هو قال. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. طيب نقلب بقى. بقى شكله بص زي الكشري بالظبط. فهل بقى الشكل يمتد الى الطعم ام لا؟ تعالوا بقى ندوق ونشوف طعمه عامل زي الكشري ولا لا. بسم الله. سخن قوي. بصوا نسبة التطابق بتاعه ما بين الكشري الطبيعي اللي احنا عارفينه ممكن مثلا تتخطى ال 98%، ولكن انا حاسس ان هو ناقص له صلصة شوية او ناقص له دقة شوية. يعني هو تمام طعمه كشري جدا جدا، ولكن ناقص له صلصة او دقة شوية. طعمه حلو جدا جدا وعجبني، ولكن هل لو انت جعان ومعاك 18 جنيه هتجيب لك علبة كشري؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، لان انا شايف الكمية دي مثلا، يعني مثلا طبق كشري ب 8 جنيه، يعني انت لو رحت عند كشري هند او رحت عند اي كشري عادي يعني وطلبت طبق كشري ب 8 جنيه هيجيب لك نفس الكميه دي. فلو انت بقى معاك 18 جنيه هل تضحي بال 18 جنيه وتجيب كشري زي ده كده ولا لا؟ ده بقى هنا السؤال اللي انا عايز اساله لكم، ويا ريت تجاوبوا عندي تحت في الكومنت وتقولوا لي هل فعلا يستاهل ال 18 جنيه ولا لا؟ او لو انت معاك 18 جنيه هل هتجيب كشري زي ده ولا لا؟ لكن كطعم الكشري اه طعم الكشري وحلو جدا جدا. بس ده كان فيديو بسيط عن كشري تيك تاك. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى منتجات تيك تاك الثانيه اللي هو المكرونات والكلام ده، وندوقها برده ونشوف. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب عشان يجي لك الفيديو اللي جاي، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان. عايزين نوصل 100,000 فار. وكالعادة دوس يا كوتش. السلام عليكم.